بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ما ظننتم أن يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا أن كتب الله ولهم في الآخرة عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق إلا فإن الله
شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ما قطعتم بإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما عليه من خيل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فما أوجفتم والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما
واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا الذين أخرجوا من يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا يجدون في صدورهم حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا
إخواننا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يقولون ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن
نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذاقوا وبال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك كمثل الشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فلما كفر قال
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
الشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق